أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام، وإلى فقرة من الفقرات المهمة من خيمة رمضان، خيمة ألف ليلة وليلة. واليوم ويانا زميلتنا الإعلامية أكيد المميزة ديما أحمد. أقول مساك الله بالخير وكل عام وانت بخير. مساء الخير عليك محمد، وكل عام انت بخير وكل عام هم بخير مشاهدينا مشاهدي شاشة السامراء الفضائية. يمكن احنا تعودنا كل يوم نقول لهم رمضان كريم، لكن اليوم بما انه انا مو مقدمة، ضيفة، دائما المقدم مني يصير بمحل الضيف يرتبك شوية، لا انت متعود هو اللي يحاول. نقول لهم رمضان كريم عليكم يا رب، وان شاء الله يا ربي ايامكم كلها خير وبركة حتى ما بعد رمضان. آمين يا رب. طبعا أكيد ما شاء الله مسيرة إعلامية ناجحة، خطوات كلها مدروسة ومحسوبة. بالبداية أريد أحكي عن مشاركتك بخيمة رمضان، خيمة ألف ليلة وليلة. شوف، خيمة رمضان يمكن هي مو جديدة علي أنا كتقديم مسرحي، لكن كعمل متكامل لو نبدي من ناحية الخيمة اللي جوا تكون مع الجمهور والمسابقات، خيمتك مع الضيوف كعمل متكامل هي فكرة جديدة. لما سولفوا لي على الفكرة بالبداية ما توقعت انه أنا بهالضخامة راح تكون وبهالترتيب وهالجمال، فقلت اوكي جاي الأربيل وراح اشوف شنو الأجواء. فبينت عندنا الأجواء بالبروفات، ما شاء الله البروفات اذا تتذكر كنا مستمتعين بيها، كانت أجواء حلوة. الأجمل من هذا كل الفريق اللي دا يعمل مع بعض، كليتنا بيننا ضحكة بيننا مزح، يمكن مرات نشاكس مع بعض، نختلف على بعض النقاط، لكن بالنتيجة نلقى روحنا من نقول المخرج كيو ويبلش أهلا بكم مع النجوم، خلاص ننسى كل الأمور، نبلش فرحانين ويا فرحة الجمهور، نحس بمسؤولية الشاشة بما أنه قناة سامراء اللي دا تنقل أنه أكو ملايين قاعد تشاهد. فهذه اللي المتعة الموجودة اللي تختلف عن متعة البرامج الأخرى. البرنامج الآخر أنت أكو من يشاهدك لكن مدى تشوفه منه. خيمة رمضان دن شاهد اللي دا يشاهدونه واللي خلف الكواليس اللي هما بالبيوت، فهذا الممتع بيه. طبعا الحلو بالموضوع ما شاء الله مسيرات إعلامية ناجحة أنت خطيتيها بالعديد من القنوات، لكن حاليا أكيد عبر شاشة سامراء مناورة ومتألقة. أريد أسألك خطواتك الإعلامية القادمة، الجمهور شو ينتظر من ديما أحمد بالعيد أو بعد العيد؟ سؤال هو ينسأله، لأن أنا يمكن غبت فترة اللي كنت فيها خارج العراق، كنت أعمل بإحدى القنوات، قنوات عربية وليس عراقية. الجمهور تعود عليها من خلال برامج إنسانية تكون أكو احتكاك ما بيني وبين الناس. خيمة رمضان أيضا أكو احتكاك ما بيني وبين الجمهور بطريقة زرع الابتسامة والفرحة، الجوائز، المسابقات، الضحكة، مرات نتمازح وياهم، هذه بداية. لكن بعد رمضان أكو مخططات، أكو عروض، بس للأسف هاي نحكيها والشارع العراقي يعرفها، أنه قنواتنا كلها دا تعاني من أزمات مالية، لذلك ما أقدر أحذر الخطوة القادمة وياما راح تكون إن شاء الله، لأن بالنتيجة إحنا أي واحد بينا هو رب أسرة، فلازم هذا الموضوع إلى ربط. واحد يقول لي أنت ليش ما تشتغلين؟ يعني ما شاء الله العقود هواية ما تريدين تفصحين عنها. لا مو عقود هواية، هو أكو أكثر من قناة، مع احترامي لكل القنوات، قنوات كنت أنا مشتغلة بها سابقا، نعم. متواصلة وياهم، لكن مرات أنت ما تريد تخسر صديقك، بقي صديق بس لا تشتغل وياه حتى لا تخسره. جميل جدا. طبعا كلمتك الأخيرة أكيد ديما دائما احنا الكلمة البداية تكون وياش، لكن نريد الرسالة اللي توجهيها عبر شاشة قناة سامراء الفضائية لجمهورك. بالبداية أرد أحكي على موضوع أنه بعض الناس تقول الأمسيات في رمضان حرام، حرام أن نقتل، حرام أن نفجر، حرام أن ننافق، حرام أن نكذب، هذني الحرام اللي للأسف بالآونة الأخيرة دخلوا ناس غرب ومغرضين نشروها بيناتنا. لكن الأمسيات هذه مو حرام ما دام إحنا زارعين الضحكة بين الصغير وبين الكبير وبين البنت وبين الولد، إحنا محققين نجاح ضمن أجواء شهر رمضان. ضمن أجواء شهر رمضان المحيبس ما حد قال عليه حرام، أتفاجأ واحد يقول لي تلعبون محيبس حرام. فأكيد إحنا مستمرين بأجواءنا، مستمرين بزرع الفرحة، بزرع الابتسامة، إن كان من خلال شاشة السمراء الفضائية أو من خلال حياتنا الاجتماعية اللي إحنا دائما عايشين دور الإعلامي ومقدم برامج. وأحاول إن شاء الله أنه بالمستقبل أكون قد اسمي ديما أحمد إن شاء الله. أكيد أتمنى لك التوفيق، وفعلا اسم مهم جدا في ساحة الإعلام العربي، إحنا نفتخر بك كزميلة. تسلم. شكرا لك ديما. شكرا لك.